بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مجموعة من أشغال الهاند ميد وخصوصا الأكسسوارز، وهنتكلم عن أنواع الخرز اللي ممكن أستعملها في شغل الهاند ميد. أول حاجة هنتكلم عليها هو المرمر. المرمر ألوانه جميلة جدا، وكمان بيدي نتيجة في الشغل حلوة جدا، وفي منه السادة زي ما احنا شايفين كده، وفي لمعة، اللمعة بتاعته كمان جميلة جدا، بتدي للشغل قيمة. هو المرمر برضو يعتبر من الحاجات الرخيصة، وبس بيدي نتيجة حلوة قوي في الشغل. يعني في مرمر بيبقى سادة، وفي مرمر زي ما احنا شايفين دلوقتي ده بيبقى متجزع بالذهبي. كمان المرمر في منه مقاسات، ممكن بتبتدي من مقاس 4 وفي 6 و8 وبتنتهي ل 12، وهو بيكون في منه السادة او اللي مجزع زي ما احنا شايفينه كده، بيبقى فيه زي خطوط ذهبي الاخضر ده، وفي البطيخي ده برضو مجزع بالذهبي، وبيكون النتيجة حلوة جدا في الشغل، يعني بيدي نتيجة هايلة. في عندنا اللي هو السادة زي الفستقي اللي قدامنا ده والأخضر، وكمان في منه اللون النبيتي ده تحفة، يعني درجات المرمر حلوة جدا. كمان في الشكل اللي قدامنا ده، هو اللون السكري ده كمان في الشغل بيبقى هادي جدا وبيدي قيمة للشغل، وزي الشكل مختلف طبعا عن الشكل المدور اللي احنا شايفينه. اللون البطيخي ده برضو نفس الشكل، برضو جزء من الأشكال، في أشكال تانية بس هي مش متوفرة عندي دلوقتي يعني. وفي الأحجام طبعا احنا شايفين فرق الأحجام بين الأخضر، في الأخضر ده مقاس 8 والأخضر التاني مقاس 10، زي ما احنا شايفين اهو الفرق، يا رب يبقى واضح وهما جنب بعض، دي فرق مقاسات. طبعا انا بختار المقاس على حسب نوع الموديل اللي انا عايز اعمله، وزي ما هو واضح قدامنا ان الوان المرمر الوان كتيرة جدا، بس وفي الوان اكتر من كده، بس ده الالوان اللي هي المتاحة عندي، ونتيجته في الشغل بتكون كويسة جدا بالمقارنة لتمنه. طبعا في انواع بتبقى رخيصه من المرمر، وفي انواع اغلى شويه، بس برضو في الاخر في المجمل ان المرمر اسعاره بتبقى رخيصه. وفي الاخر هعرض صوره عقد متصمم بالمرمر عشان اوريكم جمال المرمر في الشغل بيكون عامل ازاي. ده صوره عقد متنفذ بالمرمر، والدلاية بتاعته عقيق. بعد كده عندنا تاني نوع من أنواع الخرز، الكريستال. الكريستال طبعا معروف بلمعته، في ناس بتفضل شغل الأكسسوار بتاعها يكون من الكريستال، بالنسبة إن هو كمان بيكون وزنه خفيف جدا، يعني في ناس بتفضل تلبس العقد اللي هو كذا دور، فلما يكون من المرمر هيكون تقيل، اما بالنسبه للكريستال بيكون خفيف. واللمعه دي كمان بتدي له قيمه عاليه جدا، وكمان بنعمل منه السبح زي ما احنا عارفين. وهعرض دلوقتي صوره عقد برضو متنفذ من الكريستال. ده كريستال جانجان، وفي منه المط الاحمر اللي قدامنا ده بيبقى مط ما فيهوش لمعه، وفي منه مقاسات طبعا، وبتبتدي من 4 ولغايه 12 طبعا، بس انت طبعا زي ما احنا قلنا بنحدد المقاس على حسب نوع الموديل اللي انا عايزه اصممه. وده صوره عقد متصمم من الكريستال. بعد كده عندنا اللولي. اللولي طبعا في منه درجات كتيرة جدا، في اللولي العادي، في اللولي الأكريليك، في اللولي البلاستيك، وده يعني أنا مفضلوش لأن هو بيقشر بسرعة جدا، يعني هي القشرة بتبقى باينة يعني زي المانيكير كده
بيطير يعني، ممكن بايديكي بتشيليه القشره بتاعته بتطير. بس هو بيتفضل لان هو بيبقى وزنه خفيف، فممكن نعمل بيه الحاجات بتاعت الاطفال عشان تبقى خفيفه على ايديهم. طبعا في منه درجات زي ما احنا قلنا، ومقاسات والوان، الوان بس الوان منه الوان كتيره جدا. برضو هعرض صوره العقد متنفذ من اللولي اللي قدامنا ده. بعد كده عندنا الصدف، كسر الصدف هو ساعات يعني على حسب النوع احنا واخدينه من ايه. يعني مثلا اللون البينج ده بيعتبر من انواع الغالية قوي في كسر الصدف، وفي بيبقى كسر عقيق. يعني ده درجة، ده البينج ده غالي جدا من الكسر. بعد كده عندنا البني ده كسر عقيق. بعد كده ده كسر صدف. الأخضر ده كسر عقيق. في الفيروز. في البني ده كسر عقيق برضو، بيعتبر من الأنواع الغالية. أو الكسر كمان هو بحس إنه ألوانه جميلة جدا وبتناسب الصيف، وممكن بنفذ منه برضو ميدولات حلوة جدا. ممكن بدخله مع عقيق، بدخله مع مرجان، ممكن أعمله لوحده. وبرضو هعرض لكم صورة عقد متنفذ من الصدف لوحده، بدون يعني مش مدخلة مع أي حاجة إضافة، عقيق أو مرجان أو كريستال. ده صورة العقد اللي هو متنفذ بالصدف، مش ضايفة مع أي حاجة تانية. بعد كده عندنا الفاروز، وزي ما احنا شايفين الفاروز فيه منه أشكال كتيرة جدا، وبرضو فيه منه مقاسات. يعني شكل السامبوكسة ده فيه منه المقاس الأصغر منه، وفيه الأصغر، في البيضاوي الكبير جدا ده. انا ممكن ده اضيفه كحلية في عقد، يعني مش لازم اعمل بيه العقد كامل. في المستطيل برضو اللي جنبه، برضو ده في الشغل بيبقى حلو جدا. في الشكل الصغير اللي جنبه، في فرع الشجرة برضو ممكن اضيف قطع او قطعتين. في الشكل العنبة ده برضو من الاشكال الحلوة جدا في التنفيذ. بس ده ممكن استعمله يعني بدل دي الحاجة من العقد او كده. فرع الشجر ده برضو بيطلع منه النتيجة في العقد حلوة جدا. بعد كده عندنا الشكل ده، شكل الفروع الشجرة، هو بيكون يعني هو داخل جوه بعض. شكل ده برضو من الاشكال اللي ممكن بتدي نتيجة في النهاية حلوة جدا، منفذة بيها عقد. هبقى اعرض صورته ليكم. طبعا الفرق بين الاحجام واضح جدا. الشكل ده على شكل عنبة، ممكن يعني انا بستعملوش لوحده، بس ممكن بدلدله من اي حاجة بينزل كدلاديل في العقد يعني. بعد كده عندنا الشكل ده كمان جميل جدا، ده نفس الشكل اللي كان في الاول اللي هو السامبوكسة. طبعا الحجم الفيروزي اللي قدامنا ده بيضاوي، بيختلف طبعا عن الفيروزي المدور. برضو نتيجته بيطلع بيه نتيجة حلوة جدا، وممكن اعمل بيه سبح. ودي صورة العقد اللي متصمم من الفيروز. بعد كده عندنا العقيق. طبعا العقيق ألوانه بلمعته بدرجاته بكل حاجة فيه، يعني هو صراحة من أنواع الخرز اللي أنا بعشقها جدا. هو تمنه بيكون غالي بالنسبة للأنواع التانية اللي احنا عرضناها، بس الشغل فيه بيدي قيمة عالية جدا جدا جدا. طبعا المقاسات برضو بتاعته بتبتدي من في 4 وفي 6 وفي 8، او زي ما قلنا طبعا المقاس بنحدده على حسب الموديل اللي انا محتاجاه. وممكن ادخل مقاسين مع بعض، يعني في موديل ممكن يحتاج مقاس مثلا 18
وبضيف له مقاس تاني في الاخر، بتبقى مقاس مثلا 20. برضو في اشكال زي ما احنا قلنا، الشكل اللي احنا هنشوفه ده، ده شكل يعني هو بيضاوي، يعني هو مش محدد الشكل يعني، بس برضو في اشكال تانية احلى من كده بكتير، بس برضو مش متوفرة عندي. انا عندي العقيل المدور ده بس الوانه زي ما احنا شايفين. طبعا في مقاسات، الفرق باين في المقاسات. الموف ده نفس العقدين، نفس المقاس يعني. ده العقيق المط، بيفرق طبعا عن العقيق اللي فيه لمعة، وألوانه زي ما احنا شايفين كتير جدا، ومقاساته زي ما قلنا برضو بتختلف. وهنعرض صورة برضو أنا منفذاها من العقيق. بس دايما بنصح ان اللي لسه مبتدئين بلاش يبتدوا بشغل العقيق، عشان هو بيكون يعني تكلفته عالية جدا، ويعني يعني انا بالنسبة للمبتدئين انا بحب قوي الشغل ليهم بيكون باللولي او بالكريستال، عشان هما في الاخر بيديهم نتيجة حلوة جدا، لان هو شغل اللولي اصلا شغل راقي وجميل، فده هيشجعهم على الشغل. وبرضو هعرض صورة أنا منفذاها بالعقيق، دي صورة العقد اللي منفذاه بالعقيق، وهو معمول من العقيق والمرمر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب أكون وصلت لكم المعلومة بطريقة سهلة ومفيدة، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الأدوات الأساسية في شغل الهاند ميد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.